الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحرار الشرفاء، السلام عليكم أيتها الحرائر الشريفات العفيفات، السلام عليكم أيها الشباب المرابط في الساحات، السلام عليكم يا عوائل الشهداء والشهداء، السلام عليكم يا عوائل السجناء والسجناء، السلام عليكم يا عوائل المطاردين والمطاردين، السلام عليكم يا من بذل نفسه لأجل إحياء هذه الشعائر وشعر بأنه مواطن لا بد أن يطالب بهؤلاء المظلومين السجناء، لا سيما عزيزنا وبطلنا جعفر. الله الله أكبر، الله أكبر، نفديك يا جعفر، نفديك يا جعفر. أحبتي، أنا طبعا أرى نفسي مهما أقدم لهؤلاء الأبطال الذين قدموا أنفسهم لهذا البلاء ولهذه المحنة والغربلة وسلكوا طريق ذات الشوكة، والله كل ما نقوم به من عمل هو عبارة عن قطرة من بحر من صمودهم وثباتهم وتحركاتهم في الساحة آناء الليل وأطراف النهار. أحبتي، أنا لا أريد أن أذكر الحكم الذي يعجز عن وصفه أي قانون وأي محام. نحن في التسعينات وقبل التسعينات أكبر عقاب أو أكبر سجن يحكم عليه بالسجن المؤبد ينحصر تحت 25 سنة. شلون صار بعد يمكن غلط الأسعار، يعني من كل شيء زاد وصل إلى 130 و150. على أي حال، شبابنا بطلنا جعفر له حق علينا، نقف هذه الوقفة، كلنا شرف، كلنا شموخ، كلنا صمود، كلنا ثبات، كلنا قوة، لا نعجز أبدا، ستعجزون ولن نعجز، سنبقى نطالب بهذا البطل وغيره من السجناء أبطال الميادين، ولا سيما رموزنا فرج الله عنهم إن شاء الله، الذين لم نوفي لهم حقا ولا قليل من ذكراهم والمشاركة في إقامة الفعاليات لأجلهم. نحن هنا أمام بيت هذا الصمد، هذا البطل الذي عاش في الساحة، وكما ذكر ابننا الذي يعلن الشعارات كان يقول أن فعله أكبر من كلامه، وهذا يعني قليل يوجد في إنسان بطل صامد. أكثر نجد في بعض الناس أنه يريد فقط الشهرة، يريد البرود، يريد الشعبية. هذا البطل لم ينظر إلى ذلك، لأنه كان عمله خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، لأجل نصرة دينه ولأجل نصرة الحق ولأجل نصرة هذا الشعب المظلوم الذي عانى ما عانى وكابد ما كابد من الحرمان، يريد أن يعيش عيشة طبيعية لأجل مطالبه المشروعة الوطنية. لا أريد أن أطيل عليكم، على أي حال أقدم لنفسي وأقدم لكم
أننا مهما قمنا لهذا البطل ولهذا الأسد الثائر ولا زال ثائرا ولا زال صامدا حتى في سجنه، لا بد لنا أن نكرر هذه الفعاليات وأن نقف معه ومع كل أسير ومع كل طريد ومع كل مطارد. لا بد أن نقف جميعا وأن يكثر العدد وأن يزداد العدد، فالنصر آت قريب إن شاء الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، سيروا على خط إمامكم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين الذي عرفنا معنى الحرية وأراق دمه لبقاء هذه الشجرة، شجرة الأحرار، والذي كان يهتف دائما في أماكن كثيرة من ألف ثورته إلى نهايتها: هيهات.